عسلامة. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله لاباس. أتمنى أروح. اسم الهادي تونسي. ود باب الخبرة ود الحفيلة ود البسيلة. أنت اليوم باش تعطي رأيك فيما يخص اللي قاعد صاير بين الجامعة التونسية لكرة القدم والترجي الرياضي التونسي، شنو هي رأيك؟ أنت لاعب سابق هكا ولا؟ لاعب سابق في نادي الأنبي النقب السيتي قبل. شنو نقول لك أنا؟ سلطات تبيع تاع جامعة كرة القدم تاع فيها الترجي. الترجي ما عنده حتى كريجي وما عنده حتى شيء. الترجي الرياضي أنا بدي أنا مكشخص مونتيس. وثاني حاجة نخدم في مستقبل سكرة مع عربي سنقريل البريزيدون. فهمني هو زاد صحابه سي عبد المدب. فهمني وثاني حاجة أول حاجة الترجي ساعة ديما مريقلة ديما منظمة. مو مسالة في حتى شيء. ما عنده حتى نهار كريدي ولا نهار معناها في الجامعة تسال تراجي ولا حاجة، هذه جميع ما نسمحهاش، فهمني؟ الجامعة هلكوها كرة قدم، جا وديع جاري هلك الجامعة كرة قدم، ما يعرفش كورة جملة، تو أنت طبيب، فماش طبيب يجي حداد، فماش حداد يجي نجار، جميع ما يجيش، تو هو طبيب، اش مدخله يشد جاري الجامعة، اش مدخله من يعرف الكورة هو، هو من يشد الجامعة هلكها، فوتبول تونس، التونسيان معناها هو اللي هلكها. الكرة التونسية هو اللي هلكها هو اللي دمرها برا شوف التيرانات شوف التيران تاع جبل جلود شوف التيرانات فما التيرانات معناها كنت تدخلهم يسخفوا فهمني عز 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 الجامعة معناها نحبوا توا ونقدروا ونحترموا وربي يخليه وربي توا في عمره هو سي حمودة بن عمار سي حمودة بن عمار كي شد الجامعة جاب لنا نومير من فرنسا هزنا كوب دافريك فهمني وقتها معلول نبيل معلول اتجوا مع نومير فهمني وقت الكره مفيفا في تونس كانت مفيفا كانت منظمه ومريقله واحد كل شيء. اعتبر انه وديع الجريء يعني ماهوش ماهوش بتاع كوره. مش ود الكوره. مش ود الكوره طبيب. هو طبيب هو. انا قلت لك مش طبيب يجي حداد مش حداد يجي نجار. تو مفيفا انا طبيب. نجي حداد ولا نجي نجار كل واحد خدمته. وديع الجريء ما يعرفش كوره جمله. انا معناها نقعد بيت معناها الكرة التونسية معناها مشيت الكرة التونسية ما عادش كي قبل انا قلت كان سي حمودة بن عمار ربي يفرج عليه ربي يطول في عمره وربي يخليه كي كان سي حمودة بن عمار كانت كرة نظيفة فهمني طارق بياب زاد تبارك الله عليه زاد طارق بياب تبارك الله عليه شد وزير شباب الرياضة مشى للتيرانات مشى للتيرانات الخايخة ومعناها والبيسيلاتها تدخل المتعايف فهمتي باش يقد التيرانات باش يعمل كل شيء طارق بياب ما خلوش يخدم على روحه فهمني انت كيف قلت لي انه الترجي الرياضي التونسي ما عندوش حتى ديون ما عنده حتى ديون فاش ديون لكن الجامعه التونسيه تطالب الترجي بتسويه وضعيته الماليه معناها كيفاش اذا هو ما عندوش ديون اذا الترجي الرياضي التونسي ما عندهمش ديون كيفاش الجامعه تطالبهم بانهم يسووا الوضعيه الماليه نتاعهم احسن كيف في تونس او ترجي في تونس يعني مكشخ انا كلفيك وتعرفوا وين فهمني الفلوس موجوده عندنا الفلوس الحمد لله الجمعيه مريقله الهيئه المديره مريقله الساف مريقل اللي بيرو مريقل فهمني شو ولا تخلص وشيخه فهمني شنو فيش مسالين نحن فيش مسالين هاي قداش مسالين نحن قداش مسالين نحن حط قداش مسالين مسالين 200 مليون 100 مليون 300 مليون شنو المشكل هذا اما نحن مش مسالين راهو نحن مش مسالين في الترجي ترجي مريق لو هذا هما يحبلوا لا يعملوا لا عصاف العجله حبل يعملوا لنا عصاف العجله فهمني هكا ترجي معناها الجامعه تسال ترجي فلوس فهمني واللي عملها الحكايه فيه في الجامعه كنت خدم ربي يهديه ترجي عمره لا مساله في الفلوس فهمني شفنا نادي الافريقي يدخل على الخط فما برشا كيما نجم الساحلي زاد يدخل على الخط من الحكايه هذه ويعطيو في مواقفهم. ليش يعطيو مواقفهم الكليب؟ اش عنده الكليب؟ انا اول حاجه الكليب اول حاجه صار الكليب نكرهها انا ناكل الكليب في الدم انا مكشخ في الدم وجمعيتي مكشخه ومستقبل سكر اللي نخدم فيها الجمعيه فهمني نخدم مستقبل سكر انا فهمني ديليجون فهمني معناها فيش الكليب ما نحملهاش. مع احترامنا لانتمائك للفريق الرياضي يا راهي تبقى كوره معناها تبقى كوره مش عند الكلوب النادي الافريقي يصدر بلاغ يرد فيه على طلب الترجي الرياضي التونسي من جماعه كره القدم مدها بقائمه الفرق التي تمتعت بتسبيقات ماديه لتسويه بعض الملفات العالقه هي جماعه الكلوب ديما هم يغيروا منا ديما في جرتنا هم
هما ديما فجرة الترجي ديما فجرتنا نادي افريقيا، خاطر نادي افريقيا كيب فاشله كيب ضعيفه ما توقفش قدامنا معناها. الترجي اللي في هذيك برشلونه فينيه معناها، الترجي اللي في تبارك الله جمعيتنا الترجي مريقله امورها واضحه معناها في المادي في الفلوس في الماديات في الهيئه المديره في الستاف في اللي بيرو، ونحن مريقلين معناها فهمني. وسي حمد المد يعطي الساعه، انسان متربي ياسر، انسان يخلص الجوالات في كل وقت معناها، واللي بيرو والستاف والهيئه المديره فهمني مريقله فهمنا، مريقلين معناها ماشيين كزيت على الماء نحن فهمني. هي الفريق اللي تحكي هي الكليب تقول هكا، تي الكليب مسالة في 4 مليارات، هي الكليب مسالة في 4 مليارات تو من هنا، هي الكليب باش تجي لي نحن بعد عليها ياسر، نحن جماعة المكشخة يعني بعد على الكليب ياسر شباين ما بين بحر وبحر فما فنية فهمني، بعد عليها انا ياسر نحن الكليب. لكن موجودة معطيات نتاع الديون معناها؟ هي موجودة ديون، نحن نسوش لا قدر الله. قلت لي ترجي رياضي تونسي ما عندوش حتى دين. هي ما عندناش، شنو الدين اللي عندنا؟ شنو الدين اللي عندنا؟ ولا لا قدر الله عندنا دين، لا قدر الله علينا عندنا دين. دين خلصوه، نخلصوه الدين نتاعنا. الدين نتاعنا نتاع الترجي نخلصوه. ما نخلوش جمعية كيكا. نخلصوه. عندنا رجال بنت الله واقفة، وعندنا رجال واقفة، وعندنا جمهور واقف، والحمد لله في الترجي. الترجي ديما عنده رجال. نرجعوا توا لرئيس الجامعة اللي تعتبر أنت ماهوش في بلاصته. شكون؟ رئيس الجامعة. إيوا ودي عشيري يمشي يكرم راحته وبيده ساعة يخرج من الجامعة جملة. فهمني خاطر مش تاع الجامعة، مش تاع كورة. مرة نتفرج أنا في البلاتو، مرة نتفرج في البلاتو معناها يناقش في ناجي جويني. ناجي جويني راجل عنده أقدم البتراج في تونس. وديع جاري يناقش في ناجي جويني، ناجي جويني يهرب وديع جاري ب 200 مرة فهمني، يناقص هو بده ناقص، وديع جاري ناقص، لا يعرف كورة يلعب شيء، منين يعرف الكورة هو؟ منين يعرفها؟ كيما الشابة مثلا جات مع توفيق مكشر، ودعم محمد مكشر بتاع ليتوال، ودعمه جات مع توفيق مكشر، قالوا 150 مليون، قالوا 150 مليون ما شنو؟ توفيق مكشر قال وديع، قالوا شد بلاصتك وريف، خلوه. أنا يسمع فيه وديع جاري يمشي يكرم لحيته وبيده ويسيب الجامعة ويخرج على روحه، قد تهلك الكرة التونسية، الكرة التونسية يهلكها فهمني، تطاوين ماي بلاد ولا تطاوين طلعها، طلعها هو نسونا، فهمني يمشي يكرم لحيته وبيده فهمني، ماهوش نتاع كورة فهمني، ويخلي روحه بقدره معناها باش عباد تحبه هكا هو، ماهوش نتاع كورة فهمني. احنا يمكن نحبوا نصلحوا المجال الرياضي باش نبداو يبدا يجينا رجاء الجامعه، انا ما في بيا شده طارق بوشماوي، طارق بوشماوي خاطر ولد بلادي قابسي، وحمد بوشماوي ولد بلادي يرحم والديه، والديك وقف معايا قبل وعاونني وقت كل شيء فهمني، ورفيق وهشام معنا ولد بلادي، والحاج لادي الله يرحمه فهمني بوهم معناها الله يرحم بوشماوي، الحاج لادي بوشماوي قبل نمشي له المعمل انا محال ولا تلقى منيلة ندخل من غير الطريق ندخل السيل هادي الله يرحمه نقعد بحبايب في البيرو ما يخليني ناقص حتى شيء فهمني، معناها ولدت بلادي يا بوما قبسية فهمني، ما يشدها طارق بشماوي خير، طارق بشماوي في الفيفا ويعرف الكورة وراجل كلمته وقدره عالي واحد سي طارق بشماوي يشد هو، انا ما فيش شدها طارق سي طارق بشماوي رئيس الجامعة أخي، خاطر سي طارق بوشماوي يعرف كورة وهو في الفيفا وقدره عالي فهمني، ويشد سي طارق بوشماوي أحسن خير، شد هو رئيس الجامعة خير، تولي كرة توصية بالكدا. خلي لك كلمة الختام. كلمة ختام إن شاء الله نحكي ساعة لبلادنا، إن شاء الله بلادنا ربي جريها على سلاح. وان شاء الله تتنحى هالبركاجات وهالمشاكل في البلاد وهالشيء هذايا، وان شاء الله ربي يجري على سلاح، وربي يخلي سي سعيد سيد الرئيس انسان نظيف، انسان حاب يخدم على روحه ويليق البلاد فهمني، يا سي سعيد راك تسمع فيا سيد الرئيس، يا سي سعيد فما من زاد
جماعه قاعده تلف البلاد، يحبوا يبركوا تونس، وان شاء الله تونس لا يبركها ولا يخليها، ان شاء الله تونس ديما عاليه وديما الفوق، وربي ينصر تونس وربي يخلينا تونس. شكرا.